افترض بالسيد المحافظ. اليوم السيد المحافظ اذا يريد يبرئ نفسه، انا اول مرة اشوف محافظ يعطي صلاحيات احالاته وغيرها للتهرب من المسؤولية. اللي يكون مكان اليوم لو ولو ما اريد حتى لا تحتسب علي، لكن على سبيل المثال لو كنت اني في مكانك يا سيد نجم الجبوري، يفترض اوامر الصرف المادي احصرها بيه، واوامر التعيين والنقل كان احصرها بيه، لانه هسه المدير العام والمحافظين صارت صلاحيه رئيس الوزراء زي. لكن مدراء الدوائر، مدراء الدوائر الخدميه ومدراء الاقسام صلاحيتك انت لازم تحصرها بيك. المحاصصه في ظل وجود تحالف القوى للاسف الشديد نزلت استاذ احمد مو من مستوى قسم الى مستوى ادنى من القسم الى مستوى الشعبه. اسمع، يعني بدأوا يتدخلون في كل المفاصل. تحالف مع القوى، مع احترامي الكم واحد منهم، تحالف القوى أفهم من كلامك، تحالف القوى يعني وصل تدخلاته الى مسؤول شعبه. استاذ علي، مسؤول شعبه، الى مسؤول شعبه، واني الى مسؤول شعبه ومو الكل. ها حتى لا اظلم البقيه، اكو كم نائب هم المتصرفين في هذا الموضوع.